Thank you.
وفي ناس بتروح تغير الجديد
نحن نتوقع الكلام على الطلبيات
Thank you.
هو بقى ايه العلاج؟ انا لقيت ان من تبع
على العلم في حاجة من الزمن كانت فيه من الوقت على سنة من أي ليه يبليكم الوزن أحشى جماعة الوزن على أكثر كبير حضرتك أو حضرتك في الثلاثات الوزن مختلفة وإن الآن لو تكتبوا خالص الحديد يعني وبعدين اللي عايز على فكرة الحكاية كانت بالنص فيها ولاد المهمة في من ساعة ونص اللي احنا عم نكون دولت وكل ولاد احنا بنتعامل بالمصدر لأن المصدر هو حكاية مش يعني مش كتير تمام وأنا برضه كذلك يعني لما نحكيهم يا ريت بقى بعملوا بالغلط برضه أنا عارف أنا عملت حضارة كاملة المهم في الحياة ما تبقاش شغالة على البيت أو لو انت كده مش عايز حاجه 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 كمان حاجه برضه في المنحنى بتاعك على الحته اللي مش عاوزها على الحاضر تاريخ مفهوم انا عارف المحاضره كده ده بالظبط وفي ناس مش عارفه ايه وجاب لي ايه احسن من المحاضره بتاعتك او كده كلها بتبقى مفهوم هنقعد لا هنفكر في المحاضرة وبنتها لأن لما نعملها شوية كل ده بالتوافق بين وبينه تمام؟ عمرها خير بعد السنة فالبعض الآخر البعض الآخر قال لنا الجمالات بقى إيه يعني ست حسابات وعدتها لقيت إيه اللي بيقول لك في الولد ده صعب فيهم شوية الولد ده يقول لك مقمار ايه البيئة والوقت الفلاني الثاني يقول لك مقمار بطولي لك تطولي بمتاكه بمتاكه من جديد وهو وقت الضوء عندي تمام؟ لأنه هو بيئة الجوال في المجال أو الثاني قولي ومجاكه يقول لك لحد المسيح ده يقع وعنده يحط المسيح أي مين خالي أي حاجة تتكلم تحت البحر يلا ان هو مش كفايه ان انت تصب الاسباب لا ان انت تحاول تتعلم كمان ايه؟ في ان انت ازاي تحاول بحر البحر كل ده في مش ممكن تتعلم الوحش خلينا نفكر انا اشتغل الاجرام حسيتك المواقف اللي ايه؟ الخلل فين؟ وانت بقى تاخد ده وتحلله وديهم من الوسائل والطرق اللي تحت او عاوز من الكتاب اللي ايه؟ اسلوب اي مكان اي تعريف لاي رجل اي مكان هو افضل التعريفات العلم Thank you.
الاراء اللي احنا قلناها، وهو ليه وجهه نظر ما عنديش ليه مشكله، وجهه نظر هيتكلم هو في العلم هو ايه؟ بيأذي تمام؟ الراجل لحم وعقل بيقول لك يعني اضراب المرأة واحد مثلا او واحدة الثاني يعني اضراب المرأة والمصر اضراب المرأة كل يوم من الشخصيات تقول كذا او كذا او كذا بس انا شايف ان ضرب المرأة مش شديد جدا بالعكس ده المفروض انا تكلمت طبعا انا هقول لك ايه كل واحد الشخص ليه يعني؟ الاسئله النظريه انا كنت بقول لك واحد بقول لك ايه؟ رأي الشخص تبتدي الموضوع كله ما هو انت رأي الشخص انت بحرية تبتدي الاجابه السؤال كلها وتتكلمني رأي الشخص يجيب لي الدنيا الشمال الشريعة والقانون مبرره وحكومه وبالتوعية الآخر اللي معاك التوعية على فكرة احنا كنا كل ما مضمون كل ما نتمنى كان من في المكان ان ربنا يتمنى والدكتور يقرا ويتكلم ما فيش حاجة Thank you.
المتمكن يبقى لازم يكون هناك راجل ايه عاقل، راجل ايه اللي اه من الاكاديميه حتى لو الراجل ده اللي كان في يوم في الجلسه مشارك في الجلسه اللي بيقول لك خلي بالك تمام، البنك بتاعته ويوم حضوره يكفي ويوم قيامته يكفي. انت كده برضه لما تيجي تشتغل في علم الرياضه ما تبقاش منعزل عن الشغل، لا ده انت بتتعامل مع الاطفال شوف مين يقدر يتحرك ما غير انك تتحرك، من غير ما تبقاش تتحرك، هو عايز الاحساس بتاعك، عايز الاحساس بتاعك، تعاون معاك تمام؟ ولازم تشوف على الراجل اللي هو او المحيط اللي شغال في مركز الكاميرا، فانا عايش هناك تعرف ان يكون عندها فكره اكبر منك وهيكون
شيء إن شاء الله Thank you.